يلا تاني. وحشاني يا رجاء، وحشاني قوي. ازيك انتي اكتر. ازيك انتي؟ انا ما كنتش مصدقه لما اتصلتي بيا امبارح ان انا هشوفك النهارده في جنيف. احكي لي اخبارك ايه؟ الحمد لله كله كويس. قولي لي، خلصتي المشوار اللي كنت جايه عشانه جنيف؟ يعني الحمد لله. سبتي المدرسه ازاي؟ هو الحقيقه مش انا اللي سبتها، هي اللي سابتها. ميرسي. مش فاهمه يا ابله تهاني، هو ما حدش قال لك؟ انا بقالي شهرين هنا ما اعرفش اي اخبار من مصر. بقالك شهرين هنا؟ ايوه يا ابله، ما انا لازم اخلص الرساله بتاعتي عشان يرجعها الاستاذ المراجعه الاخير. انت عارفه المره اللي فاتت لما جيت اضطريت اقطع رحلتي عشان اقف جنب عادل في ازمته، لكن المره دي لازم اخلص. وعامله ايه مع الدكتور عادل دلوقتي؟ الحمد لله. بس ما قلتليش ايه حكايه المدرسه وازاي سابتك المدرسه؟ في نوبه غضب قدمت استقالتي والنظره قبلتها. معقوله دي؟ مدرسه المعالي الثانويه للبنات من غير ابله تهاني؟ ده مش ممكن ابدا. وازاي النظره تقبل استقالتك؟ هو ده اللي حصل. ورحتي باريس عشان تشتغلي في المشروع اللي كلمتيني عنه في التليفون؟ مش بس كده، انا كمان بدرس لغه عربيه للاجانب بالوسائل السمعيه والبصريه. دي احدث طريقه في تعليم اللغات. ناويه تقعدي كتير في باريس؟ الظاهر كده. عند ناديه برضو؟ هو انا قاعده معاها مؤقتا دلوقتي لغايه ما انقل في شقتي. الله، انت لقيتي شقه في باريس؟ يعني هي مش شقتي قوي، هي الحقيقه شقه الدكتور اشرف. اصلنا هنتجوز قريب. صحيح يا ابله تهاني، الف مبروك. الله يبارك فيك. ما تتصوريش قد ايه انا فرحت لك. بقول لك ايه، احنا نقوم دلوقتي وتحكي لي كل اخبارك في السكه. يلا بينا. والمفروض ان المشرف على الرساله بتاعتي هيخلص المراجعه النهائيه للبحث، بعد كده يحددوا لي ميعاد لمناقشه الرساله في مصر. يعني مفيش مشاكل؟ لا مفيش مشاكل، بالعكس انا في منتهى السعاده. ايه ابله تهاني، انت اتعودتي ما نتصلش بيكي لما يبقى عندنا مشاكل. مش قصدي. عارفه يا ابله تهاني، انا دلوقتي في منتهى السعاده بعد كل الازمات اللي مرت بينا، ولولا الازمه الاخيره اللي حصلت لعادل يمكن كانت حياتنا انتهت. انا اكتشفت قد ايه كنت غلطانه في معاملتي معاه من يوم ما اتجوزنا. انت عارفه ايه سبب سوء التفاهم اللي كان بينكم؟ ان انت اتجوزتي صغيره. فعلا. بس بيقولوا بقى رب ضاره نافعه، الازمه قربت بينكم. اكتشفت ان انا مشكلتي الحقيقيه ان انا ديكتاتوره في عواطفي. بخنق الناس اللي بحبهم، خصوصا عادل والولاد. بهتم بيهم قوي، بخنقهم بحبي، بمحي شخصيتهم. تعرفي يا رجاء انك في منتهى الشجاعه لانك بتواجهي نفسك واخطائك. عشان كده انا كنت عايزه اتصل بيكي واشوفك واحكي لك على كل اللي حصل، وافكرك بجمله كنت دايما بتقوليها لي، ان في الغربه والوحده الانسان بيكتشف حقيقه نفسه اكتر. الجمله دي هي اللي خلتني اكتشف الحقيقه، حقيقه ان العلاقه الزوجيه المفروض انها تكون مبنيه على الحب والتفاهم والاحترام المتبادل، مش سيطرة واحد على التاني ابدا. ايه بقى؟ دي بقى نصيحة ليا وانا ببتدي حياتي الزوجية ولا ايه؟ انا اللي اقدم لك نصيحة يا ابلة تهاني، ودي معقولة؟ انت اللي طول عمرك بتنصحينا وتعبى نفسك معانا عشان تخلينا زوجات صالحات. ما هو الكلام سهل لكن التطبيق صعب. بيني وبينك انا حاطة ايدي على قلبي وخايفة قوي قوي من الفشل. لا لا ما تقوليش كده، انا متأكدة ان ربنا هيوفقك. يا رب. يلا بينا. Thank you.
اعتذر عن مقابلة اليوم. اشرف وصل وقد دعا الدكتور عبد الله لتناول الطعام معنا. ساعود الى باريس الليلة مع اشرف. ارجو لك التوفيق في مناقشة رسالتك. مساء الخير. اتفضل. حامد عبد المجيد وصل. اتفضل. اهلا اهلا يا استاذ عبد المجيد. اهلا اهلا وسهلا. اتفضل. خير؟ حضرتك سبتي لي رساله في الاوتيل علشان اتصل بيكي. في حاجه؟ في اشياء كتير عبد المجيد. ايه؟ ديكور الشقه حصل له حاجه؟ طب بتفكر في ايش عبد المجيد؟ ديكور الشقة ما في شيء، إنما الأشياء اللي مش تمام في عقلك. في عقلي أنا؟ معلوم عبد المجيد، كيف تترك زوجتك بهذه البساطة؟ أنا ما سبتهاش. وخاطبت سوسن وأنت متزوج؟ أيوه. وسوسن تعرف إنك متزوج؟ وعزة تعرف إنك حتتزوج عليها؟ سوسن تعرف وعزة هتعرف لما توصل لها ورقة الطلاق. كده من غير ما تديها فرصة ولا تتفاهم معاها في شيء؟ خلاص فات وقت التفاهم. عزة ما بقتش تنفع معايا. ولا سوسن هادي تنفع. الله سلمى، مش معقول كده، مش معقولة تتدخلي في أموره الشخصية بالطريقة دي. أنا أسفة بس لازم أتدخل علشان نقوله على الأمور الغلط اللي بيعملها. بس مصلحتي يا فندم اني اتجوز واحدة تسمع كلامي وتحترمني وتقدرني. وسوسن هذه ما بتعرف قيمتك الحقيقية، طاعتها ليك مجرد تعود على الطاعة مش شيء نابع من احترامها الفعل ليك. المهم انها تحترمني وخلاص، حتى لو مجرد طاعة عمياء، لكن انها تتمرد عليا. انت اللي بتقدر تجبر المرأة على عدم التمرد. انت بشخصيتك ومعاملتك ليها بتقدر تكسب احترامها وحبها مش مجرد تعود. صدقيني حاولت، حاولت وفشلت. ليه لا؟ يمكن فعلا شخصيتها اقوى من شخصيتي. خلاص انا فهمت لب الموضوع. هاليوم تغيرت كل مفاهيمي عن الرجال. حتى الرجل الفنان المثقف ما بيحب ان تكون مراته لها شخصية قوية. لا لو سمحتي لي بقى انا بعترض، بلاش التعميم ده، مش كل الرجالة. يعني انت يجي يوم تتزوج واحدة تطيعك طاعة عمياء؟ لا انا شخصيا ما اتحملهاش ابدا، لاني بصراحة بقى بحب الست المنكفة. ايه؟ يعني ايش منكفة؟ يعني زيك كده حبيبتي، يعني بتناقش تملي وما بتاخدش المسائل قضية مسلم بيها ابدا. طيب انا مضطر امشي دلوقتي على اذنكم. مع السلامة، بنبقى نشوفه ان شاء الله. شكرا، مع السلامة. شرفت وانست. مع السلامة. ما تبقيش قاسية باستمرار على الناس في مسائلهم الشخصية بالطريقة دي يا سلمى. المسائل الشخصية بتاعت الناس دي ما تخضعش ابدا للمقاييس الجامدة بتاعتك دي. لو سمحتي تاني مرة ما تتدخليش في امور الناس بالطريقة دي. معك حق، داخل كل منا صندوق مغلق من الاسرار، ما يصح ان حدا يتدخل فيها ابدا ولا يطبق عليها القواعد الجامدة. معك حق، دايما منك بنتعلم. ايه ده؟ انت اشرحي الشغل يا ماما. قلتلك مش هروح الشغل، يعني مش هروح الشغل. طيب
افهم بقى ايه الحكايه. يا ماما ده بيتعمد يذلني، يكسر مناخيري، يمحي شخصيتي، وبعد كده يقول ان انا بحرجه قدام الناس. هو قال كده؟ ايوه يا ماما، عاوز يبرر لي ليه هو بيشخط فيا قدام الناس. هي دي طريقته في التعامل مع الستات، انه يعمل حصار حواليهم، يثبت افكار معينه في مخهم يشل بيها تفكيرهم. افكار زي ايه يا بنتي؟ انا مش فاهمه الرجاله بتتصرف ازاي في الشغل مع الستات، اصل انا ما اشتغلتش. مش كل الرجاله يا ماما، لكن الصنف بتاع مجدي ده يحب يسيطر على اللي بيشتغلوا معاه. هو بيعمل كده مع السكرتيره بتاعته؟ اكيد طبعا. لا ما بيتهيأليش، اصله يعمل كده ليه معاها؟ ولا يحاول انه يسيطر على اللي بيشتغلوا معاه. ما انت شايفه تصرفاته اهي. معاك انت معلش. يعني ايه معلش؟ اصل انت يا بنتي يلزمك معامله خاصه. انا؟ ايوه يا عز، انت مش حاسه بنفسك؟ ليه كلكم بتقولوا عليا كده بس؟ انا ايه اللي عملته؟ اصل لو ما كانش عمل كده كنت هتروحي الشغل الساعه 10، تقعدي ساعه وتاخدي اذن وتنزلي، وده انسان مسؤول ما ينفعوش الكلام ده. يعني مش منه بيقدرك ويقدر شغلك يقوم يسيب لك الحبل كده على السايب. هو فاكر انه هيقدر عليا؟ اديني سبت له الشغل ومشيت. بكره يرجعك مدام محتاج لك. يرجعني؟ ده بيتهيأ له، انا لا يمكن هرجع الشركه دي ابدا. اللي زي الاستاذ مجدي ده اهم حاجه عنده نجاحه في شغله، ممكن يعمل اي حاجه علشان شغله يمشي. وحياتك يا ماما تفتحي الباب. صباح الخير. اهلا يا فندم. مدام عزة موجوده؟ ايوه اتفضل. اتفضل يا فندم. عزة. ايوه. واحد شيك قوي ظهر من الشركه. الشركه؟ ماما رايح فين؟ نزل من شويه يا فايزه. نزل راح فين؟ ما قالش. ما قالش؟ ازاي ينزل لوحده من غير ما يقول لي؟ دلوقتي هو مش هيقدر يسوق العربيه. طب هيلاقي تاكسي فين دلوقتي؟ يمكن يكون نزل يجيب حاجه من تحت، ما راحش بعيد. يا ماما ازاي ينزل من غير ما يقول لي بس؟ هدور عليه فين بس يا رب دلوقتي؟ وازاي انت ما تسأليهوش هو راح فين؟ دي اول مره ينزل فيها بعد الحادثه. ذوق يا بنتي. الرجاله مالهمش خلق على قعده البيت. وهو يا ضنايا من ساعة ما قام بالسلامة وهو مكفي عن مذاكرة. أنا هنزل أدور عليه. فايزة هتروحي فين بس دلوقتي يا فايزة؟ الحقيقة لما مدام عزة تغيبت عن الشغل المدة الطويلة دي كلها حبيت أطمئن عليها بالتليفون ما أمكنش. أصل يا فندم التليفون عطلان دلوقتي بقاله شهر. آه علشان كده. الحقيقة أصلها كمان لا اتصلت بالتليفون ولا بعتت تعتذر، فأنا قلقت وقلت أجي أطمئن بنفسي. إحنا متشكرين قوي للزيارة دي، بس ما كناش نحب نتعب سيادتك. متشكر قوي. أمال فين مدام عزة؟ موجودة. موجودة. بس أصلها يعني كانت تعبانة شوية. من يوم ما غابت من الشغل وهي تعبانة ورقت. لا ألف سلامة. أنا قلت قطعا عذر قهري هو اللي منعها عن الشغل. فعلا يا فندم، عزة حريصة قوي على شغلها. الحقيقة هانم بنتك إنسانة ممتازة، ذوق وأدب وأخلاق وثقافة، إحنا بنعتبرها أحسن موظفة في الشركة. هي كمان بتشكر في حضرتك قوي. متشكر. الحقيقة أنا مضطر أستأذن، وأرجوكي بلغيها تحياتي، ولو عايزة أي حاجة أنا تحت أمرها. شاكرين قوي يا فندم. إحنا هنعمل لها إجازة مرضية، مفيش ما يدعو إنها تيجي الشغل دلوقتي. ترتاح ولما تشد حيلها تشرف. ألف شكر. السلام عليكم. مع السلامة يا فندم. شفتي؟ شفتي طريقته؟ شفتي إيه؟ ده راجل سكر. طبعًا. ما هو أحسن واحد يعرف يمثل دور الفارس الشاه. وهو لو ما كانش شاه كان جال حد عندك علشان يطمن عليك بنفسه. سمعت عمرك عن مدير عمل كده مع موظفة عنده؟ ليه ما قلتلهوش اني قدمت استقالتي؟ قال عامل نفسه مش عارف. قال يا سلام. طب انا اديتها للسكرتيره بنفسي ولازم تكون وصلتها له. طب مش يمكن ما وصلتهالوش؟ مش ممكن يا ماما، دي انسانه مسؤوله وتعرف شغلها كويس.
طب افرضي انها وصلتها وعمل ناس وما شافهاش وجاي يصالحك، مش تقدري تصرفه ده وتعرفي انه شريكه ومقدرك وعايزك ترجعي شغلك؟ بس انا مش هرجع، هو فاكر انه يقدر يمشيني تحت جناحه، ده بيحلم. لو كانت قبلة تهاني هنا كانت حلت لي مشكلتي. انت يا عزة اللي تحلي مشكلتك بنفسك، اسمعي صوت ضميرك وهو اللي يشور عليكي ازاي تحلي مشكلتك. ادخل. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. الرائد رائد علوان مباحث السويس. اهلا يا رائد. اهلا بيك يا فندم. في الحقيقه كنت عايز استفسر من سيادتك على حاجه. طب اتفضل. اشكرك. في شخص عندكم متحفظ عليه في قضيه تهريب اسمه حازم والي. حازم والي؟ ايوه. ده عندي في الحجز. طب ممكن باذنك يا فندم اقابله؟ يا سيد. اي يا فندم، هات لي حازم والي من الحجز. حاضر يا فندم. طيب اسيبكم على راحتكم. طيب يا فندم شكرا. اشكرك. حازم والي، في واحد في اوضه المأمور عاوزك. اللي عملته وجاي تزورني؟ جاي اعتذر لك. تعتذر لي ليه؟ انت اتصرفت في حدود واجبك. الصداقه كمان ليها حقوق. كان ممكن انبهك لغلطك. ليه سيبتك تستمر في الجريمه لحد اخرها؟ فات الاوان، فات وقت الكلام ده. خلاص قرار الاتهام هيصدر بكره. الجريمة ثابتة عليا من أرقام الشيكات اللي كنت بقبضها من عصابة. ليه يا حازم؟ ليه عملت كده؟ هما اللي ورطوني، ما كنتش قادر أقاوم. فين قوة إرادتك؟ كنت خايف، الخوف كان أقوى مني. طب ليه ما قلتليش؟ يمكن كنت أقدر أحميك منهم. ما حميتنيش ليه؟ كنت تقدر، كنت قدامك، كانت كل أموري مكشوفة قدام عينيك. كان ممكن تديني فرصة إن أكلمك، احكي لك، افتح لك قلبي. عشان كده انا جيت لك النهارده يا حازم. حاسس ان انا غلطت في حقك، والغلط ده بيعذبني. انا اللي غلطت وبدفع ثمن غلطتي. ايه رايك في ايه؟ لا لا ابدا يا فايزه، مفيش اي حاجه، مفيش. امال قلقان ليه؟ ساعه ما جيت من بره وسالتيني كنت فين وما رضيتش اقول لك. كنت فين؟ كنت عند حازم. حازم؟ قابلته ليه وفين؟ ايوه يا فايزه، ايوه، كان لازم اقابله. تقابله بعد كل اللي عمله فينا؟ كان لازم اشوفه، اتكلم معاه. تتكلم معاه في ايه بس؟ انا السبب في كل اللي حصل له. مهما انكر وجاب اللوم على نفسه، انا السبب. ايه؟ كنت عايز تفضل الصداقه على الواجب؟ ايه هو الواجب يا فايزه؟ اني استنى لغايه الجريمه ما تقع واتصرف، ولا احاول اتدخل من الاول وامنع وقوعها؟ ما حميتنيش ليه؟ كنت تقدر، كنت قدامك، كانت كل اموري مكشوفه قدام عينيك. مالك يا رائف؟ كان ممكن انبهه، احذره، امنعه عن الطريق الغلط اللي هو ماشي فيه. لكن انا فضلت اني العب معاه لعبه العسكر وحراميه عشان احقق لنفسي انتصار شخصي. لا يا رائف ما تقولش كده، لان انت لو حذرته كان هو هيتصل بالعصابه ويحذرهم. برضه ما كانوش هيقدروا ينفذوا خطتهم، لكن انا كان ممكن اوجهه، احذره، انقذ مستقبل انسان اتورط مره في طريق الغلط، وتحت دافع الخوف من انكشاف امره استمر في طريق الغلط لحد اخره. رائف ما تلومش نفسك على حاجه حصلت وخلاص. ده انسان مثقف يا فايزه، مسؤول، رب اسره، ضاع مستقبله خلاص.
ربنا له حكمته في كل حاجة بيعملها. بعدين انت لازم تستريح، انت تعبان ومرهق. الشيء اللي معذبني كمان يا فايزة انهم عاملين لي حفلة عشان يدوني فيها شهادة تكريم على عمل البطولي اللي انا عملته. طبعا انت عملت عمل بطولي، انت ظبطت عصابك، انت هتخرب البلد بسمومها. صدقيني يا فايزة كان هيبقى عمل بطولي اكتر لو كنت قدرت انقذ حازم من بين ايديهم. ان مصر وحشتني. انت لحقتي ولا وحشتك بقى فايزة وإلهام وعزة؟ يا ترى عاملين ايه دلوقتي في مشاكلهم؟ للأسف انهم ما قدروش يستوعبوا افكارك، ما يقدروش يفهموا اللي انت بتعمليه علشانهم، انك عايزة تحوليهم من مجرد زوجات كل اهتمامهم بالحياة الزوجية للاهتمام بالحياة نفسها بالقضايا العامة. بس اوعي تفتكري انهم ما تأثروش بكلامك، لا اكيد اتأثروا، والتأثير ده هتلمسيه بنفسك حقيقي، مش دلوقتي انما يمكن بعدين. رجاء قالت لي حاجة اسعدتني جدا، قالت لي انها فعلا اتأثرت بكلامي لدرجة انها عرفت مشاكلها وواجهت نفسها. بس للأسف اللي مضايقني فعلا ان تعبي في المدرسة كل السنين دي راح في الهوا. ما تقوليش كده، انت استقلتي باختيارك لكن رسالتك لسه ما انتهتش. انت بتنقلي للناس لغة بلدك وحضارة بلدك، ده شيء رائع جدا اللي انت بتعمليه يا تهاني. بس انا بقى هنا مش لوحدي، انا معايا اشرف ومعايا انت يا نادية. تعرفي ان انا كل ما افتكر ايام ما فكرنا في المشروع ده كنت بقول لاشرف ايه؟ كنت بقوله انا مستعدة اشتغل معاك بس لما اكون فاضية في وقت فراغ. بعد كده لقيت ان البيت والمشروع واخدين كل وقتي وكل حياتي. ده لانك حبيتيه، حبيتي شغلك وحبيتي اشرف. انت يا عزة اللي تحلي مشكلتك بنفسك، اسمع صوت ضميرك وهو اللي يشور عليك ازاي تحل مشكلتك. وهي ايه مشكلتي؟ ابنة تهاني كانت دايما تقول لنا الانسان لا يمكن يحل مشكلته الخاصة الا اذا حل المشاكل العامة الاول. كل مشكلة خاصة هي مشكلة عامة اصلا. هو انا ايه مشكلتي؟ مشكلتي هي عملي، لما فشلت في عملي فشلت في حياتي الزوجية. شغلك يا عزة لازم يبقى وراه نظرية، لازم يتوجه لأكبر قاعدة من الناس. ما هو ده اللي أنا بعمله دلوقتي يا أبلة. مشروع لإنتاج ملابس لبنات الجامعة اتقبل من مجلس الإدارة، وبدأوا خط جديد للإنتاج في الشركة بفضل التصميمات اللي أنا عملتها لهم. برافو يا عزة، هايل. ودلوقتي بنات الجامعة هيلاقوا لبس مناسب ليهم بأسعار معقولة جدا. يبقى مفيش مشكلة، انتي دلوقتي حطيتي رجلك على أول الطريق اللي هيخرجك من مشكلتك. المشكلة دلوقتي الأستاذ مجدي. انتي بتكرهي مجدي لأنه بالنسبة لك بيمثل النظام والالتزام والمواظبة، وانتي عايزة تعيشي حرة لأنك فنانة، وده غلط. الفنان قدوة ولازم يكون ملتزم. مظبوط يا أبلة، بس أنا ما بكرهش الأستاذ مجدي أبدا، بالعكس أنا اتعلمت منه إزاي أحب عملي بدرجة إني أستغنى بيه عن الحب. محدش يقدر يستغنى عن الحب، لكن العمل هو الأساس والحب يجي بعدين على مهله. وإذا ما جاش أهو يبقى فيه للإنسان حاجة يعيش علشانها، عمله. ماما ماما ماما، انا من بكرة هرجع شغلي يا مام، من بكرة هرجع شغلي. ساعة
صباح الخير يا عم عبد الصمد. صباح الخير يا ست إلهام. ازيك يا سعدية؟ يسلمي يا سيف، الحمد لله. النيابة تطلب الأشغال الشاقة المؤبدة للمتهمين في قضية التهريب. خلي الغنم ترعى الناحية دي يا سنية. عم عبد الصمد مش حوطيك على الأرض، ما تخليه العود السالف جنب العود السليم لحسن يخسره. حاضر يا ست إلهام. الله يخليك. بدينا نفهم في الزراعة اهو. اهلا يا مرسي. ازيك يا الهام؟ يا دوبك اروح اجيب الاولاد من المدرسة. ما تسيبي الولاد لياني، اوديهم واجيبهم. وعلى ايه؟ المدرسة مش بعيدة والعربية موجودة. مش كنت جبت سواق بدل مروحكم جاية كل يوم ده؟ منين يا مرسي؟ ده يا دوبك افرجوا عن العربية بالعافية لما عرفوا انها مكتوبة باسمي. انت خايف ان الناس تتكلم عني يعني كمني بسوق العربية بنفسي؟ ما تخاف يا مرسي، انا بنت بلدهم، مش ممكن يتكلموا عني ابدا. وبعدين الناس اتنورت يا اخي. مش عيب ان الست تساعد نفسها وتعتمد على نفسها ما دام ملهاش راجل. ما تاخذنيش، ماني اصلي فلاح دقه قديمه، مش من المتطورين بتوع اليومين دول. هقول لك ايه، من ساعه طلاقك من حازم وفي موضوع كده عايز اكلمك فيه، بس متردد. خير يا مرسي؟ انت نويت على ايه؟ نويت على ايه في ايه؟ موضوع قعادك هنا، هتقعدي ويانا على طول ولا هتشاوري عجلك وترجعي مصر؟ لا طبعا، انا مش هرجع مصر تاني. صحيح يا الهام، هنا جذوري واصلي. السنين اللي عشتها في مصر دي كان مجرد كابوس وعدى، حلم مخيف وصحيت منه. لو اتقدمت اطلب ايدك تقبلي؟ مرشي ازاي تفكر في حاجه زي دي دلوقت؟ انا طول عمري بفكر فيك يا الهام، ما غبتيش عني لحظه واحده من ايام ما كنت صغيره في المدرسه الداخلي، وكنت بتيجي هنا في الاجازات. لما اتجوزت حازم اضطريت احط اللجام على تفكيري وقلبي، ما كانش ممكن افكر فيكي وانت على ذمه راجل تاني. انما دلوقت انت حره، ما تحرمينيش ان افكر انني وانت نعيش تحت سقف واحد. والاولاد؟ انت ناسي يا مرسي ان ليا من حازم اولاد؟ ولادك هيكونوا في عينيا الاثنين. بلاش نفكر في الموضوع ده دلوقتي يا مرسي، مش لما نطمن على حازم الاول. حازم انت لسه بتفكري فيه؟ ما خلاص. خلاص ايه؟ هو قرار الاتهام صدر؟ انا بعت اجيب الجرايد. الجرايد الاتهام. طب كويس. يعني انت كنت عارف؟ ايوه. دي اخر حاجه كنت بتنتظرها منك. دوت لما تقف جنبي يا مرسي. حازم وطلقي خلاص يا الهام، عايز انا اعمل ايه اكتر من اللي عملته؟ انا عرضت عليك تكوني مراتي وشريكة عمري. سيبني دلوقتي من فضلك يا مرسي. الو، صباح الخير يا فندم. صباح الخير، مين؟ حضرتك فاضي شوية؟ ممكن اجي لسيادتك؟ ايوه، مين بيتكلم؟ انا عزة. مدام عزة؟ فاضي طبعا فاضي، اتفضلي اتفضلي حالا، انا مستنيك. اهلا اهلا. صباح الخير يا فندم. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. اتفضلي ارتاحي. ها عاملة ايه دلوقتي؟ الحمد لله كويسة. مستعدة للشغل؟ ايوه يا فندم، مستعدة جدا. الحقيقة هما كانوا بيدوروا عليكي عشان بعض الاستفسارات عن كيفية تنفيذ التصميمات الجديدة بتاعتك. ايوه صحيح، انا قبل ما اخد اجازة كانوا بيسألوا. انا رايحة لهم. انا بالشتيتة عطلتهم جدا، عن اذنك. طب تاخدي فنجان قهوة؟ لا معلش، انا هأخرب اكتر من كده، مش معقول. عن اذنك يا فندم. اتفضلي. عملت ايه؟ ما عملتش حاجة. يعني ما كلمتهاش؟ ما اقدرش ما اقدرش يا سوسن. اقول لها ايه؟ اقول لها انا هطلقك علشان اتجوز واحده تانية؟ خلاص ابعت لها ورقتها. مش ممكن بعد العشره دي كلها اطلقها بالطريقه المهينه دي. امال ناوي تتصرف ازاي؟
مش عارف. خلاص احنا نتجوز دلوقتي ونأجل حكاية الطلاق شوية. طب ما هي لازم هتعرف لما نيجي نتجوز. يا ستي تعرف، لكن انا مش هقول لها بنفسي. هتطلب منك الطلاق. تطلب الطلاق هي بنفسها معلش، لكن انا لا يمكن اكون البادي واطلقها ابدا. وانا بقى يكون في علمك لا يمكن اتجوز راجل على مراته ابدا. الله، طب ما انت كنت موافقه في الاول، انت واهلك كلكم كنتوا موافقين في الاول. معلش يا باشمهندس، الاول حاجه ودلوقتي حاجه تانيه. هي الحكايه كانت جرى رجلي ولا ايه؟ عملت نفسك غلبانه لحد ما قلت غرضك وخطبتك. اخص عليك يا عبد المجيد، انا برضو جريت رجلك، انا عملت غلبانه لحد ما قلت غرضي. على العموم الحق مش عليكي، الحق عليا انا، انا اللي حكمت بالمظهر. افتكرت انك مسكينه ومطيعه وغلبانه. كان عندها حق سلمى، ما يفهمش الست الا الست اللي زيها. ايوه قول كده، سلمى هي السبب، هي اللي قدرت تأثر عليك وتخليك تكرهني من يوم ما زرناها وحالك اتقلب. سلمى ملهاش اي دخل في الموضوع، تصرفاتك هي السبب. انت زعلت مني يا عبدو؟ انا بس قصدي ترسلك على حل وتطلقها وتستريح بقى. يا سوسن قلتلك مش هطلق عزة، يعني مش هطلقها، انت فاهمة؟ كده برضو عبد المجيد؟ طب ان معرفت اخلص ده كله منك. الله يبارك فيك. مبروك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. ما تتصوروش قد ايه انا مبسوطه النهارده، ربنا يسعدكم يا رب. اشرف انت صدعت عينيك. تهاني هتبقى عينيا اللي هشوف بيها الدنيا. حق يا سامح يا ابني، انت لسه زي ما انت، ترمي كل حاجه في حته. اظن انت فرحانه قوي ان هو رجع لك وعمال ينكشلك في البيت. يا سلام يا فايزه، قد ايه اخوكي سامح كان وحشني. هو رجع لك بالسلامه ونازلين انتوا الاثنين طول النهار رغي وكلام مع بعض. رغي وكلام؟ هو انا عارفه اخد منه حق ولا باطل؟ ولا قادره اعرف هو ناوي على ايه. انت عايزه تعرفي منه ايه بالظبط يا ماما؟ عايزه تعرفي اذا كان بيحب واحده بره ولا لا؟ لا يا فايزه، مش ده اللي عايزه اعرفه. انا عايز اعرف هو ناوي على ايه بعد ما خد شهادته، هيقعد ولا. ماما حبيبتي اسألي سؤال مباشر وما تحيريش نفسك. مش قادرة يا فايزة، خايفة يكون رده انه هيقعد برا على طول، مش كده؟ او ده اللي انا خايفة منه. سامح ده ابني الوحيد وربنا لوحده عالم انا عشت ازاي السنين اللي كان فيها بعيد عني. قصدك السنين اللي طلعتي فيها على المعاش. معاش ايه يا فايزة؟ ايه جاب سيرة المعاش دلوقتي؟ ايوه يا ماما، لان حضرتك طلعتي على المعاش في نفس السنة اللي سافر فيها سامح، فالامور اختلطت عليكي، ما بقيتيش عارفة انت زعلانة عشان سفر سامح ولا عشان طلوعك على المعاش. ده كلام تقوليه برضو يا فايزة؟ ماما ما تزعليش مني، بس هي دي الحقيقة، لان لو حضرتك كنت مستمرة في شغلك ما كنتيش زعلتي على سفر سامح بالشكل ده. كنت هقول لهم ايه؟ كنت هقول لهم ما تطلعونيش عن معاش؟ كنت هقول لهم خلوني في شغلي؟ كنت هقول لهم انا صحيح وصلت سن الستين لكن لسه فيا صحة اقدر ادي قد الاول واكتر؟ ده قانون يا فايزة، قانون ان موظف الحكومة لما يوصل سن الستين يطلعوه عن معاش، يقولوله خلاص كفاية احنا مستغنيين عن خدماتك. لا يا ماما، هما مش قصدهم كده، قصدهم يقولوا ان حضرتك اديتي كتير من سنين عمرك وكفايه لغايه كده، لازم ترتاحي وتعيشي لنفسك. اعيش لنفسي بعد ايه يا فايزه؟ بعد ما خدوا عمري كله؟ مين قال بقى انهم اخدوا عمرك كله؟ ما انت لسه في عز شبابك وصحتك، وبعدين بقى الحياه بتبتدي بعد سن الستين، بعد الانسان ما يكون رب اولاده وادى رسالته ناحيتهم وناحيه عمله، ساعتها يقدر يعيش لنفسه، يسافر، يتفسح، ينشغل بهوايه بيحبها. هوايه؟ ايوه يا ماما،
وده السبب الحقيقي اللي زعلك على سفر سامح، انك مش قادرة تعيشي حياتك لنفسك. والله عندها حق قبل تهاني، شغلة نفسها بحاجات كتير قوي، بتهيالي ان حياتها مش هتنتهي ابدا، حتى لو طلعت على المعاش وحتى لو جابت ولاد وسابوها وسافروا بره، اكيد حياتها هتستمر. بالحق انا جاني جواب منها امبارح. فايزة، فايزة، رأيي في وصل يا ماما، عن اذنك. رأيي اتأخرت ليه؟ مش بترد ليه؟ بعدين معاكي بقى يا فايزة، بلاش تقيل عليا بالطريقة دي. اتقل عليك؟ ايوه يا فايزة، بصراحة بقى ده شيء بيخنقني، بيضايقني، بيخليني اشعر اني طفل صغير. انا بتقل عليك يا رايف؟ ايوه يا فايزة، حاولي تشغلي نفسك بحاجة تانية غير. انت مش كنت ابتديت تألفي رواية؟ ليه ما كملتهاش؟ ما تعمليش حجتك. الحمد لله دلوقتي كويس قوي واقدر اعتمد على نفسي. خلاص يا رايف ما تزعلش نفسك قوي كده، انا لا هسأل عليك ولا رحت فين ولا هضايقك بعد كده. بعدين بقى ايه يا فايزة؟ انت زعلتي ولا ايه؟ ابدا. عايزة تعرفي انا كنت فين؟ والله انت حر تعمل اللي انت عاوزه. انا سبتي كنت عند المحامي اللي هيترفع في قضية حازم والي، الحكم هيصدر بكرة. السلام عليكم. انا اضطريت ابعتلك ورقة في الموضوع. حازم مش وقت كلام في الموضوع ده، شد حيلك يا حازم، اطمن المحامي طمني خالص. اطمني يا ماما، ان شاء الله هتاخدي الدكتوراه بامتياز. انت ذاكرتي وتعبتي. متشكره يا حبيبي، اقعد في المدرج جنب بابا. حاضر. يا حضرات المستشارين، ليس هذا الشاب الذي يقف أمامكم مجرما، بل هو ضحية، ضحية لمفهوم خاطئ أنه يمكن تحقيق النجاح دون عناء ودون مشقة. حلم الوصول السريع، فلجأ إلى وسائل لا يمكن أن تبني مجتمعا أبدا. من يبني إذن؟ من يعرض؟ من ينشئ المصانع؟ من يزرع الأرض، أرض مصر، إذا كان هذا هو حال شبابنا، أمل مصر وأمل المستقبل؟ الشقة والمذاكرة، يا ترى هيكون حكمهم ايه عليا؟ الحكم بعد المراولة. قررت اللجنة منح الطالبة
رجاء عبد السيد درجة الدكتوراه بامتياز مع مرتبة الشرف. شد حيلك يا ام عمر، ما تعمليش في نفسك كده. 10 سنين يا فايزه، 10 سنين، 10 سنين بعيد عن بيته، بعيد عن اهله، بعيد عن كل الناس. بس يا حبيبتي 10 سنين في السجن. لا 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 لا، بس يا حبيبتي ارحمي. ليه تعمل كده يا حازم؟ ليه يا حازم تعمل كده؟ ليه ما فكرتش في نفسك؟ ما فكرتش فيا؟ ما فكرتش في ولادك يا حازم؟ هيعملوا ايه من بعدك يا حازم؟ انا اديتك حريتك يا الهام تعيشي بالطريقه اللي تختاريها. ما كانش في ايدي اي حاجه تانية. ده خلي بالك من الاولاد، خلي بالك من نفسك. حازم، الهام، تعالي يا حبيبتي، معلش. يا فايزة، قدر ما تكون يا حبيبتي، ما تعملش في نفسك كده، عشان واحدة، يا حبيبتي، عشان واحدة، يا حبيبتي.